نقدر ونثمن للجزائر رئاسة وحكومة وشعبا هذا الموقف العظيم بإحياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني. والجزائر تؤكد يوميا أن التضامن مع الشعب الفلسطيني لا ينقطع ولا تنتظر يوم التضامن حتى تتضامن مع الشعب الفلسطيني، ولكنها كانت دائما وأبدا منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية وانطلاقة الكفاح الفلسطيني، وهي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتدعم قضيته وتدعم قيادته وتدعم حقوقه المشروعة من أجل أن يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. نحن نثمن الموقف الشجاع للرئيس عبد المجيد تبون وهو يقول أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للقيادة الجزائرية والشعب الجزائري. هذا موقف مثمن، هذا موقف مقدر، يقدره كل الشعب الفلسطيني. نحن نفتخر بهذه المواقف ونعتبرها امتداد للموقف التاريخي للقيادة الجزائرية والشعب الجزائري، ونحن نعتبر أن هذه المواقف تشكل مواقف شجاعة وتشكل دعم حقيقي للقضية الفلسطينية.